مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وهدى وتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا بالأمس عن الجزء الأول من الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. حقيقة موضوع الثبات عايز أقول يا جماعة أن ده موضوع الساعة، لأن كتير جدا من الناس بتلتزم ثم تنتكس، تلاقيها لبست الحجاب وبعدين خلعت الحجاب، تلاقي ما شاء الله ابتدى يصلي ويلتزم ويروح المسجد ومرة واحدة بينتكس، تلاقي ما شاء الله مقبل على الله في بداية رمضان وبعد مرور أسبوع أو 10 أيام تلاقي ترك العبادة. ايه اسباب الموضوع دوت، وايه ليه في ناس بتثبت ما شاء الله وناس مكمله وفي ناس بتقع كتير قوي؟ لاني خدوا بالكم من حاجه، اهم حاجه لما تيجي تلتزمي او لما حضرتك تيجي تلتزمي لازم نعمل حاجتين. رقم واحد ان انا اخلص النيه لله سبحانه وتعالى، انا بلتزم لله، فلو التزمت لله فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى العبد، هو اللي بيحفظه، هو اللي بيكلأه، وهو اللي بيثبته. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، الاستعانة بالله. أنا بستعين بك يا رب. حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل جدا اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن النبي بيوضح لنا يا جماعة إن مش مجرد إن القلب ده يمتلئ إيمان يبقى الموضوع انتهى عند كده وبس، لا، ده المفروض ان انا اعتبر ان الايمان في القلب ده عامل زي الزرعة اللي محتاجة رعاية وعناية وسقاية وغذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق، يخلق يعني يقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب. زي ما انا جايب التوب ده مثلا، ربما يكون تاني لبسة، خامس لبسة، ربما يكون بلبسه بقالي سنة، لا يمكن يكون جمال ورونق التوب لما جبته النهاردة زي رونقه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، أكيد هيقدم أو يتقطع أو يحصل له أي حاجة. فالنبي بيقول لك كذلك الإيمان، الإيمان في القلب لو سبته بلا سقاية هيقدم وممكن يمرض وممكن يموت. واضح المعنى اللي عايز أقوله؟ فالنبي عليه السلام بيقول إيه؟ إن الإيمان لا يخلق في من الدعاء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأنا ساجد أدعي الدعاء الجميل ده، اللهم جدد الإيمان في قلبي. وما انساش أبدا دعاء الصالحين كما ورد في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ادعوا واسألوا ربنا أن ربنا يثبت قلوبكم. اوعوا تنسوا بقى دعاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوف كلمة يا مقلب القلوب، قلب دوت اللي هو بين جنبيك أنت لا تملك منه شيئا. تخيل حضرتك قلب جوايا أنا وجسمي قافل عليه، ورغم ذلك أنا لا أتحكم فيه وأنا لا أملك من أمره أي شيء، بل الذي يملك ذلك القلب الله. قلوب العباد كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شوف لما ربنا بيقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما هو إن لم تستجب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يحول بين المرء وبين قلبه. يبقى القلب جواك ده وأنت لا تتحكم فيه أبدا ولا تستطيع أن أنت تنتفع بهذا القلب أبدا. تسمع القرآن فلا تتأثر، تسمع المواعظ فلا تتحرك، تشوف طفل ضعيف لا يعني ما يصعبش عليك أبدا ولا ترحمه أبدا، تحس أن قلبك مغلب زي ما ربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، فإن عاد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يملأ القلب سواد عياذا بالله. فهذا هو الران الذي قال عنه جل وعلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حضرتك تخيل
لما يكون القلب ده متغلف بغلاف أسود من المعاصي. ربنا يعفينا وعافيكم. لا ده الموضوع عايز يوضح أكتر وأكتر. تشوف القلب ده مضغة صغيرة كده، لا ده فيما هو أشد وأقسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحجر الأسود إن الحجر الأسود كان أشد بياضا، خد بالك، إن الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج، وفي رواية من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. خيال حضرتك الحجر الأسود اللي احنا بنشوفه ده عند الكعبة وبنلمسه أو نقبله أو نشير إليه لما نعوز نبتدئ العمرة أو الطواف. سبحان الملك، إيش الحجر اللي انت شايفه أسود ده كان نازل من الجنة، لأنه من أحجار الجنة كما تعلمون، كما ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من أحجار الجنة. يبقى حجر اللي من حجر الجنة ده كان يوم ما نزل من الجنة نزل وهو أشد بياضا من الثلج أو من اللبن على اختلاف الروايات، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. يبقى إذن تخيل بقى، فكان ده حجر أسود من الذنوب اللي حواليه، فما ظنك بصاحب الذنب نفسه. دي المسألة يا جماعة اللي تخلي الإنسان يكون دائما على وجل وعلى خوف من الله، وإنه دائما يراجع نفسه، لازم يتوب ويعجل بالتوبة. وزي ما قلنا يا جماعة لما تكلمنا عن سمات التوبة عند الصحابة، قلنا يا جماعة من ضمن السمات، هم خمس سمات، كان من ضمنهم التوبة من قريب. أنا أذنبت مثلا النهاردة إيه الأحد، وخبالك أذنبت الأحد ما قلتش بقى أتوب في الجمعة الجاية أو أتوب مثلا في ليلة القدر، لا، إلحق توب في نفس الليلة بل في نفس اللحظة. ليه؟ لأنك ما تضمنش، ممكن الواحد يموت على ذنب، ومن مات على شيء بعث عليه، وممكن تموت على توبة، ومن مات على شيء بعث عليه. تبعث يوم القيامة تائبا أم تبعث مذنبا؟ سبحان الملك، ده النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل لما مات في الحج قال كفنوه، يعني سبحان الله، يعني قال يعني اتركوه في ثوبيه، يعني في الإحرام بتاعه، فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. شوف قد ايه، واللي يموت ساجدا يبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنعم جليلة جدا، لازم يعني قلوبنا تكون بتطمح ليها، ان احنا اولا نفسد ربنا يملأ قلوبنا ايمان، وفي نفس الوقت ربنا يثبت قلوبنا على الطاعة. لان المشكلة الكبيرة انك ممكن ما شاء الله تبقى على الايمان زمان طويل جدا جدا ثم ينقلب الحال، لكن لا ينقلب الحال، وهذا يعني من فضل وكرم المولى عز وجل، لا ينقلب حال اي انسان اخلص النية لله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يتخض. لان احيانا بعض الناس بتسأل عن هذا الحديث، يقولوا ده في حديث بيقول ان الانسان ممكن يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة ثم ينقلب حاله فيدخل النار. اقولك هو الحديث صحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل، يعني ممكن 60-70 سنة، بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد الشبر أو قيد الذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن رجل لا يعمل بعمل أهل النار في الزمان الطويل، برضو نفس الحكاية، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. قل لي بس ده يعني ظاهر الحديث كده، أستغفر الله، يعني ظاهر الحديث كده إن الإنسان ده اتظلم. أقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وربنا قال لا ظلم اليوم، سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خد بالك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لا يمكن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أمال إيه اللي حصل للراجل ده؟ الراجل ده كانت نيته وحشة. إيه اللي يوضح الكلام ده؟ رواية مسلم هي اللي تحل اللغز ده كله، الحديث عند البخاري وعند مسلم. رواية البخاري ما توضحش، رواية البخاري في آخرها بس يزيد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم، لكن رواية مسلم توضح العلة اللي هي إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. الرجل ده كان مرائي، خدوا بالكم حبايبي عشان ما تتخضوش، الرجل ده كان مرائي ما كانش مخلص،
ودي فايدة الإخلاص بقى، إن أنت تعمل العمل وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك، لا يمكن، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة. يبقى إذن طب ايه سبب، كان ايه سبب ذكر الحديث ده اصلا اللي احنا ذكرناه دلوقتي، اللي هو ان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه؟ السبب كان ان كان في قصه حصلت في غزوه احد، والحديث كما قلنا في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم. فكان في رجل بيقاتل قتال شديد جدا يا جماعه، كان ما شاء الله ما ترك شاذة ولا فزة الا ضربها. فالصحابه من كتر اعجابهم بالرجل ده ولم يذكر اسمه، قالوا له يا رسول الله هذا الرجل ما رأينا أحدا منا أبلى مثل ما أبلى فلان، هو أكتر واحد فينا جاهد وقاتل وعمل حاجات ما حدش فينا عملها، أهو من أهل الجنة؟ الصحابة يعني زي ما تقولي بيستنتجوا يعني هم لا يتألوا على الله، وما بيحكموش على فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، لكن هم بس مجرد بيسألوا هو من أهل الجنة يا رسول الله؟ قال بل هو من أهل النار. تصدق أن الرواية بتقول أن كاد بعض الناس أن يفتنوا؟ قال مش ممكن، لما يكون ده اللي عمال يقاتل أكتر مننا أضعاف كثيرة من أهل النار، وما إحنا بقى نخش فين؟ فواحد منهم من الصحابة قال له أنا صاحبه يا رسول الله، أنا هكون قريب منه وهشوفه بيعمل إيه. فضل ماشي معاه في الغزوة، الرجل دوت أصيب في موضع قاتل، انضرب ضربة شديدة أو بالسيف، فلم يصبر عليها، فأخذ ذبابة الرمح أو ذبابة السيف ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فالصحابي اللي كان معاه ده جري على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أشهد أنك رسول الله. يعني هو كانش بيقول لا بيشهد طبعا، بس إيه هو الموقف أصله غريب قوي، وده من باب علم الغيب وليس على إطلاقه، لأن علم الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ما توحد ربك، قل لا إله إلا الله، حاجة يا جماعة في قمة العظمة. فده من بعض الغيبيات التي أخبر الحق جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هو من أهل الجنة يا رسول الله؟ يوم يجي جبريل يقول له قل لهم هو من أهل النار، يوم يقول لهم بل هو من أهل النار. فراح الرجل بيجري على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أشهد أنك رسول الله. الصحابة حوالين النبي، قال النبي وما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ووضع ذبابة الرمح بين الثدي واتكأ عليه فقتل نفسه ومات منتحرا. خرجنا بالنتيجة كده، يوم النبي بقى يعلمهم بقى الدرس ده، يوم يقول لهم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. شفتوا اللي كان ظهر لكم إيه من الرجل ده؟ إنه ما شاء الله مجاهد ثم إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب، بسبب إن المولى عز وجل يطلع على قلب هذا العبد. العبد ده مش مخلص، العبد ده مرائي، وما دام مرائي لابد ان يفضح في الدنيا قبل الاخره، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، ابى الله الا ان يفضح المنافق في الدنيا قبل الاخره. هي كده لازم. ولذلك كان اول ثلاثه سبحانك يا ربي سبحان الملك، ده يعلمنا يا جماعه ان احنا نخلص النيه لله بجد، ربنا يرزقنا واياكم نعمه الاخلاص. كان اول ثلاثه تسعر بهم النار له نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ولا سيخي ولا بوذي ولا بلا ديانه، لا، ثلاثة من خواص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول ثلاثة يولعوا في النار ربنا يعافينا وعافيكم، ثلاثة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ثلاث أشخاص، ثلاث أصناف، اللي هم مين؟ قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيقف بين يدي الله فيعرفه الله نعمه فيعترف، أنا خلقتك ورزقتك ورزقتك نعمة الإسلام وديتك الرزق والأولاد والزوجة والصحة وخليتك تحفظ القرآن وديتك عقل تحفظ به وديتك لسان تنطق به وديتك اديتك، ها تعترف بنعمة؟ اعترف يا رب وأقر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خد بالك، بعد ما أقر بكل النعم قال جل وعلا شوف النعم دي كلها فماذا عملت؟
فيقول له ايه؟ تعلمت العلم وعلمته، خد بالك، وقرأت القرآن وأقرأته فيك. أنا تعلمت العلم وعلمته للناس، وقرأت القرآن وحفظته للناس من أجلك يا رب والله. فالله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، التلاتة دولت إلغيهم، وإنما ينظر لحاجتين: إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، شوف بقى المشكلة فين بقى. فالنظر على طول مباشرة على القلب، فربنا عارف ان الراجل ده كان مرائي، خد بالك، ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم، خد بالك. فيكون له جل وعلا: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. فيكون له جل وعلا: انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن واقرأته الا من اجل ان يقال قارئ، وقد قيل، خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. يا سلام. ويفعل مثل ذلك بالمتصدق الذي أيضا يرائي. الرجل اللي عمال بيدفع فلوس وعمل لي يفط، المتصدق المحسن والرجل الكريم والجواد والمش عارف ايه، وقد قيل خدت حظك خلاص، يلا مع السلامة كله على. وكذلك المجاهد، وده ينطبق على مثال الرجل ده اللي هو ما أردش بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، خد بالك، هو داخل يجاهد. سبحانك يا رب، تخيل واحد راح يجاهد معرض للقتل، معرض للأذى، معرض لأنه يتشوه، معرض للعمى، ممكن يأتي السيف في عينه ولا حاجة، معرض لكل أنواع الأذى، وخد بالك، ورغم ذلك داخل مش ابتغاء مرضات الله، وإنما ابتغاء أن يقال أنه ما شاء الله شجاع وجريء وقوي، خد بالك. وقد قيل خلاص خدت حظك في الدنيا، ليس لك عندنا حظ في الآخرة. فدول أول ثلاثة تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فده يدعونا أن احنا لازم نراجع نفسنا. أنا عايز أثبت على دين الله، رقم واحد أخلص النية لله، رقم اثنين استعن بالله: يا رب ثبتني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. ودايما اسأل المولى عز وجل هذا السؤال: اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلبي. واسعى، والإيمان ده محتاج سقاية يا جماعة. الموضوع مش موضوع الحمد لله التزمت بقى وبقيت أصلي وأطلقت لحيته وبقيت روح المسجد وخلاص، هتضيع، هتقع في السكة. لازم سقاية: علم، عمل، تقوى، ورع، صدق، أمانة، وفاء، إخلاص، ذكر لله، قراءة قرآن، عبادة، استغفار، توبة. إلحق نفسك، غذي قلبك دايما بأعمال كثيرة جدا، لأن كل دوت بيزود الإيمان، أو لو ما عملتوش ينقص الإيمان. يبقى الإيمان عمره ما يثبت أبدا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وده يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان لا يثبت على وتيرة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال الحنظلة: ساعة وساعة، ساعة يزيد فيها الإيمان. ودي لها معنيين: ساعة يزيد فيها الإيمان جدا بسبب ما شاء الله إقبالك على الطاعة. طب بقول لك حاجة، راقب قلبك، قوم لله دي كده بعد الحلقة ديت، وقوم صلي ركعتين واخشع لله سبحانه وتعالى وابكي بين يدي الله، وبعدها شوف مقياس الإيمان في قلبك عامل إزاي. قوم الصبحية وشوف طفل يتيم كده، وروح هات له كده حاجة هدية كده ولا شوكولاتة ولا بتاع، وروح امسح على راسه كده وطبطب عليه وخده في حضنك، وشوف الإيمان في قلبك عامل إزاي. وانت خارج الصبحيه ولابسه حجابك، اشتري حجاب وروح البنت تكون مش لابسه حجاب، وروح باسلوب كده جميل وبسمه حانيه، وادي لها حجاب هديه، وخليك يعني ان شاء الله باسلوب جميل تقنعيها انها تلبس حجاب، وشوف الايمان هيزيد في قلبك ازاي. وهكذا، كل لما بنعمل طاعه، كل لما القلب بيتسقي، وكل لما بنثبت اكتر واكتر. وعايز تثبت في اسباب كثيره جدا للثبات، لكن انا النهارده معايا قصه في غايه الاهميه، عايزين نتعايش معها كده بسرعة، وبعدين بكرة إن شاء الله أذكر لكم 12 وسيلة من أسباب أو من وسائل الثبات على دين الله. إزاي نثبت؟ إزاي نفضل طول عمرنا؟ يعني كان يعجبني أول كلمة سمعتها من أحد الناس الكبار في السن، والكلام ده كان من سنين طويلة، يعني دلوقتي ما شاء الله الموضوع عدى معاه. مرة قابلت رجل فما شاء الله وشه منور كده ولحيته بيضة كده وشكله ما شاء الله يعني تشوفه ترتاح، فبسلم عليه ويعني التقينا في المسجد وكده وبسلم عليه، فبقول له يعني بنتكلم عن كرامات الأولياء و فتذكرت قول الإمام ابن تيمية إن فلان ما شاء الله حصلت له كرامة كذا، وفلان حصلت له كرامة كذا و وبنتكلم عن الكرامات، فتذكرت قول الإمام ابن تيمية، وهي كلمة في غاية الروعة والجمال، بيقول: ولكن أعظم الكرامة
لزوم الاستقامة. خد بالك ان ممكن واحد يمشي على المية مفيش مشكلة، ما عندناش مانع، وحصلت، حصلت من سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ورضاه في معركة القادسية لما الفرس عدوا بالسفن بتاعتهم. سعد بن ابي وقاص قال للجيش، وكان الجيش عدد كبير جدا بالالاف، قال اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول. فيعني هم فكروا كده فلقوا كلام منطقي، هنعبر النهر بالخيول، اهو كلام ممكن يكون فيه شيء من الخيال، لكن ما دام سعد بن ابي وقاص قال الكلمه ديت وهو رجل مجاب الدعاء ومن العشر المبشرين بالجنه، ولا يمكن يعمل يفعل فعل فيه شيء من اللا عقلانيه، فخلاص يبقى كلام منطقي ما دام انت قلت كده. فقالوا ونحن معك ان شاء الله. فعبروا النهر بالخيول وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما راهم يزدجرد قائد جيوش الفرس ألقى الله الرعب في قلبه، فقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فانهزموا في معركة القادسية. فبنتكلم عن كرامات، فممكن واحد يعبر يمشي على الماء، وممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه كرامة بأن يرفع إلى السماء بعد موته، كما حدث مع عامر بن فهيرة لما مات رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا، والحديث رواه البخاري. وممكن واحد كرامة تانية أن ربنا يكلمه بغير حجاب ولكن بعد موته، كما حدث مع عبد الله بن عمرو بن حرام كما ثبت أيضا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح. وممكن حاجات كثيرة جدا، أنواع كثيرة جدا من الكرامات، ويرجع بقى لكتاب كرامات الصحابة، موضوع كبير جدا. لكن أعظم كرامة، شوف بقى، لا المشي بقى على المية ولا الرفع إلى السماء ولا إن يهتز لموتي عرش الرحمن كما حدث لسعد بن معاذ، هي دي كرامات بس أعظم كرامة بقى هي لزوم الاستقامة. شوف كلام الإمام ابن تيمية، قال لكن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، إن الإنسان يستقيم على طاعة ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم طول عمره لحد ما يموت. دي كرامة، دي كرامة، لأن غيره بيقع وغيره بينتكس وغيره بيبعد. فالرجل بيرد عليه ساعتها، ربنا يحفظه ويبارك فيه وإن كان مات ربنا يرحمه رحمة الواسعة، فبيقول لي عارف يا شيخ محمود، أنا اللحية دي على وشي بقالها 40 سنة ما جيتش جنبها أبدا. قلت له ما شاء الله. شوف، فقال لي هي فعلا أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ان انت تستقيم. لان في ناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن بالحمد لله الاسلام بخير وجميل وزي الفل وحلو قوي، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. في ناس كده، في ناس ايام الفترة الماضية، واخد بالك، في التسعينات كان طبعا يعني كان مشاكل، طبعا مشاكل الشباب الملتزم كان بيتعرض لمآسي في الأمن والمشاكل دي والاعتقالات، فكان منهم ناس، وكلنا منهم طبعا، كلنا ذاك الرجل، يعني ياما اتخذنا وياما اتبهدلنا واتكهربنا واتعمل فينا اللي ما يتعملش، لكن انت بتسأل المولى عز وجل ان ربنا يثبت قلبك، فربنا بيثبتك. في غيرك بقى، مع أول مرة بس يروح خلاص، خد بالك، وداعا ايها الالتزام، لا لحيه ولا صاله ولا اي حاجه، يعني مش مثلا حتى ايه خاف على نفسه، مثلا نقول حلق لحيته مثلا خوفا من ان يفتن في ديني، واحنا مش موافقينه، بس يعني نقول مثلا، واخد بالك، وهو محافظ على الصلاه، لا ده ساب كل حاجه، واخد بالك، وعشان يثبت بقى ليهم ان هو خلاص ما بقاش تبع الموضوع ده خالص، تلاقيه تاني يوم قاعد على القهوه وعمال مش عارف بيعمل ايه. ليه؟ هي الدنيا مستاهله ايه؟ هو انت بتتنازل التنازلات دي كلها وبتضيع دينك وبتضيع حياتك دي كلها عشان خاطر مين؟ هو مين في الدنيا يستاهل انت تخش النار عشان خاطره؟ خد بالك؟ طب يعني فتنت فتنه معينه او حصل لك مشكله معينه، ما كل ما انت ماجور. ما الصحابه ياما اتعذبوا، عمار بن ياسر امه اتقتلت قدامه، كانت اول شهيده في الاسلام امه سميه رضي الله عنها وارضاها، وابوه ياسر قتل امام عينيه، وهو عذب عذابا شديدا لا يخطر على قلب بشر، وخباب بن الأرط وبلال ويعني كل الصحابة دول تقريبا اتعذبوا عذاب شديد جدا، حتى وصل الإزاء إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النبي لم ينجو من الإزاء. النبي صلى الله عليه وسلم ألقي سل الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وهو يمسح على لحيته ويقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر.
شوف بيتأسى ويتعزى بمن أوذي من قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، مع أن سيدنا موسى لم يؤذى مثل ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال كذا. النبي قال كما عند الترمذي بسند صحيح وأصل الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ومن المعلوم أن سيد ولد آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس بلاء. أخبرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فشوف شاف الإزاء ده، حصل له الإزاء ده وترمى التراب فوق، فبيمسح على الحيط ويقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فرمي سلى الجزول على ظهري والتراب فوق رأسي، وطرد من مكة تهمة بالشعر والسحر والكهانة، سبحان الملك، والتهمة في عرضي، وطرد من مكة، وقتل أصحابه وعذبوا وطردوا من ديارهم، وخبالك، ودبرت 9 مؤامرات لقتل النبي، ورغم ذلك كان ثابتا صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت مش مع أول فتنة صغيرة تقول لا خلاص ما اتفقناش على كده، ما نش لاعب، وخبالك، لا، ده انت خليك ثابت وأنت مأجور. وكلما ثبت على الفتنة كلما رفع الله قدرك. صدقوني يا جماعة، كنا بعد كل محنة بنتعرض لها كان ربنا سبحانه وتعالى كان يعني يعطينا أكثر وأكثر ويزدنا أكثر ويمكن لنا ديننا ويمكن لنا دعوتنا. خياله أو والله سبحان الملك، يعني أذكر أنه كنت جوه حينما كنا يعني كانوا ياخدونا في التسعينات، كنا ندي دروس جوه، درجة مرة شاب من الشباب بيقول يا شيخ محمود في حد يدي دروس في أمن الدولة؟ يعني مش كده، هتودينا في مشكلة. قلت له يعملوا معنا إيه؟ هياخدونا يعني؟ قال لي آه، طول ما إحنا جوه. خد بالك، هيودونا فين تاني يعني؟ خد بالك، آه سبحان الله يعني. بس شايف في الموضوع إن 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 لازم الإنسان يكون ثابت ويكون صاحب مبدأ. المسلم لا يتلون، لأن الأخلاق، واحفظوا الكلام ده يا جماعة، المسلم لا يتلون لأن الأخلاق لا تتجزأ. يعني ما ينفعش أكون صادق النهاردة وبكرة أكون كذاب، لأن المصلحة والضرورة بتقتضي كده. ما ينفعش أكون وافي النهاردة وبكرة أكون غدار، لأن ظروف الدنيا كده. ما ينفعش أكون النهاردة أمين وبكرة خائن، لأن يعني ظروف الدنيا بقى لا ما ينفعش. أنت رجل لازم تكون أخلاقك محددة وثابتة ما بتتغيرش. يعجبني قوي قوي يعني سبحان الله، يعجبني قوي الموقف كما ورد في البخاري ومسلم لما أبو سفيان، وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش أسلم، فراح لملك الروم اللي هو هرقل. فهرقل بيسأله بيقول له: وماذا يأمركم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والأمانة. يا سلام، تخيل لما واحد عدوك بيشهد قدام عدوك الثاني بيقول هذا الرجل لا يأمرنا إلا بكل خير، خد بالك، فالتاني يقول له ايه؟ وتلك اخلاق الانبياء، او هذا خلق نبي. يعني هرقل نفسه به، ولذلك هرقل حب يختبر قومه، كان عايز يسلم، لما لقى قومه زمجره كده وهيقفلوا وممكن يقتلوه ولا بتاع، رجع تاني قال لهم انما كنت امزح معكم، يعني فهم ازاي، انما هو بنفسه يعني شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بانه على الحق. وابو جهل وابو لهب كانوا لما يسألوا عن النبي عليه السلام كده في يعني خفية كده عن أعين الناس يقولون والله هو الصادق الأمين، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف قصة النهاردة، قصة عجيبة أوي أوي. القصة رواها الإمام مسلم، والقصة دي الحقيقة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في عز الابتلاءات والعذاب الشديد اللي شافوه من كفار قريش، حتى نزلت في ذلك الوقت سورة البروج. سورة البروج وهي تتكلم عن قصة أصحاب الأخدود،
حاجة طبعا قمة العذاب، قمة العذاب، خد بالك. فالمولى عز وجل بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي قصة هؤلاء الناس من خلال القرآن علشان النبي يقول الصورة دي للصحابة فيصبرهم، وراح أوحاله تاني مرة أخرى بالقصة كاملة فحكاها النبي من خلال هذا الحديث الذي رواه مسلم. قصة باختصار شديد جدا، والقصة عشان أشرحها أنا يمكن شرحتها قبل كده في أكتر من حوالي 12 درس، درس حوالي ساعة، لكن أنا يعني أوجز القصة في نصف الساعة المتبقية في عجالة سريعة جدا، وبكرة إن شاء الله نتكلم عن وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. القصة باختصار يا جماعة إن كان في ملك من الملوك، هذا الملك كان يعبد من دون الله، كان الشعب بتاعه بيعبده وبيعتقد أنه هو الله، وكان الملك ده عنده ساحر، السحر ده بقى هو اللي كان بيمهد له كل الأمور، يعني السحر هو اللي بيلوم الملك ده كذا وكذا وكذا، وكان الملك يستشيره في كل حاجة، ويعني وعمال بقى يتعرف بقى يعني إيه، يعني دائما كل ملك يحتاج إلى ساحر. فالمهم الساحر كبر في السن، فمش مثلا كبر في السن يقول مثلا طب أتوب إلى الله سبحانه وتعالى بقى وارجع إلى الله والحق بقى أعمل لي، يعني تعرف زي بعض الناس كده، بعض الناس يفضل يعصى ربنا ويبارز ربنا بالمعاصي سنين طويلة، وقبل ما يموت بثلاث أربع سنين مثلا يقول لك بقى الحمد لله كفاية كده بقى ذنوب ومعاصي، نتوب إلى الله بقى ونقضيهم في المسجد وخلاص، وإيه وشيء جميل طبعا الإنسان يتوب، خد بالك. فالساحر ده لم يفكر في التوبة، ولم يفكر إلا في شيء واحد، في إن الشر اللي هو بيعمله ده والسحر كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر فالرجل السحر ده مش فكر بقى في التوبة، لا ده فكر في إزاي يستمر السحر والشر ده من بعده، فقعد يفكر. فقال للملك ابغني غلاما صغيرا أعلمه السحر. طب ليه الغلام الصغير؟ لأن زي ما بيقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وبعدين الغلام ده مثلا عنده مثلا دي 9 سنين، 9 سنين ده لما اجيبه واقعد اعلمه السحر لمدة سنة بقى عنده 10 سنين، يقعد يخدم الملك لحد ما يبقى عنده مثلا 70 سنة، يبقى خدم الملك 60 سنة، هو الملك هيعيش اكتر من كده، يبقى احنا كده ضمننا ان واحد يفضل مع الملك سنين طويلة. فقال له ابغني غلاما. الملك عمل زي مسابقة كده في البلد واكتشف افضل غلام واذكى غلام. تعال يا ابني انا عايزك تتعلم السحر على يد هذا الرجل الساحر، وبعد كده هتبقى انت بقى مقرب الي، وهتبقى انت يعني من اقرب الناس الى قلبي، وهيبقى ليك مكانه كبيره جدا. الغلام بقى فرحان جدا واهله كانوا فرحانين. فالغلام وهو رايح من بيته للساحر كل يوم عشان يتعلم، كان بيعدي على صومعه راهب، والرهبان في ذلك الوقت كانوا مثلثه، لكن الراهب ده الوحيد اللي ربنا قدر ان يكون على التوحيد. سبحان الله، شوف بقى، شوف لما ربنا قدر الهدايه الانسان يا جماعه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ظل وراء عمه ابي طالب سنوات طويله، يا عم يا عم يا عم ما فيش، لدرجه راح له هو على فراش الموت كما في الصحيحين يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي، يقول هو على مله عبد المطلب. وقبل ما يموت يقول للنبي عليه السلام والله لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، ومات كافرا. يوم العباس يقول للنبي عليه السلام يقول له يا رسول الله نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودافع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا. فشاهد في الموضوع ان الغلام وهو معدي عدى على صومعة راهب، والراهب يعني سبحان الملك ربنا يقدر ان الراهب ده فاتح باب الصومعة بتاعته. الغلام بيروح للساحر، الساحر كل اللي بيعلمه له ايه؟ طلاسم شركية وكلام بقى وحفركوش وعفركوش والكلام اللي بيتقال عند الصحراء، انما الراهب لا يتكلم الا بكلمات التوحيد والايمان. فالغلام من باب حب الاستطاعة، لسه غلام صغير، سمع الراهب بيقول كلمات كده جميلة فقرب، فسمع فرح داخل، دخل سلم على الراهب وتعرف عليه وبدأ يسأله بتقول ايه، قال له بقول كذا وانا ادعو الى التوحيد والى ايمان بالله وحده سبحانه وتعالى والى كذا وكذا وكذا. فأعجب الغلام بهذا الكلام لكن لم يخبر احدا، وقام رايح للساحر. طبعا لما قعد عند الراهب شوية، هو خارج من بيته قعد عند الراهب شوية، اتأخر على مين؟ على الساحر، فرح ضربه. ولما رجع عد على الراهب مرة تانية، فتأخر على مين؟ على أهله، راح ضربينه.
فجيت تاني يوم راح اشتكى للراهب، قال له طب انا لما بقعد عندك وانا بحب اقعد معك فعلا بروح للساحر بيضربني واروح لاهلي يضربوني، اعمل ايه؟ قال له بسيطه، اذا سالك الساحر عن سبب التاخير فقل حبسني اهلي هم اللي اخروني فمش هيضربك، واذا جئت الى اهلك فقل حبسني الساحر برضه مش هيضربوك. طب السؤال هنا، وهل يباح الكذب في مثل هذه المواطن؟ اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الكذب فقط في ثلاثة مواطن. الموطن الأول الكذب على الأعداء في الحرب، والموطن الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. يعني في الحرب يعني إيه؟ يعني أفترض واحد أسر في إسرائيل، فأول ما يروح هناك يقولوا له ها مخازن الأسلحة بتاعتكم في مصر فين؟ يقول لهم والله ربنا حرم الكذب، مخازن الأسلحة في المكان الفلاني وفلان، ويدمر بلده. لا، ده في الوقت ده ده يجب عليك أن تكذب حتى لا تعرض بلدك حبيبتك لإيه؟ للخطر. يبقى أباح النبي هنا الكذب. طب والمرة الثانية أو الموضع الثاني عند الإصلاح بين المتخاصمين، اثنين مسلمين متخاصمين، تقوم رايح لده تقول له يا أخي ما معقول أنت مخاصم فلان، ده الرجل عمال يشكر فيك وبيقول عنك قصائد يا أخي سبحان الله، يقول لك معقول؟ أقول له صدقني ده الرجل ده لسه سايبه دلوقتي عمال بيقول كلام ونفسه يجي يصالحك بس خايف تصده، وتروح تقول نفس الكلام للتاني. أنت كذبت أه، لكن خدت أجر على الكذب ده، خدت أجر على الكذب ده. والنوع الثالث من الكذب أو الموضع الثالث هو كذب الزوج على زوجته في الأمور العاطفية فقط، مش بقى تكون بتقبض 2000 جنيه تروح تقول لها أنا بقبض 300 جنيه ده يبقى كذب، إنما تكذب عليها في الأمور العاطفية. افترض إن حصل ما بينكم ما يغبر الحياة الزوجية وبقى فيه في قلبك حاجة من ناحيتها أو في قلبها حاجة من ناحيتك، هي المرأة عاطفية وبتحب تسمع الكلمات الجميلة فبتسألك بتحبني يا حبيبي؟ فيقول لها طبعا يا حبيبتي، مين قال لك كده؟ وايه اللي خليك تسال السؤال ده؟ وهل عندك ادنى شك في ان انا بحبك؟ هو كده كذب عليها، لكن هذا من اجل ايه؟ من اجل تآلف القلوب واستمرار الحياه بين الزوجين، لان المهمه الكبرى لابليس هو ان يفسد ما بين الزوجين، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، والحديث يعني ايه طويل مش عايزين نذكره. الشاهد في الموضوع ان الغلام في يوم من الايام طبعا هو كان في حيره شديده جدا جدا وفي يعني اضطراب لا تتخيله، يروح للساحر يقول له كلمات الكفر والشرك، يروح للراهب يقول له كلمات التوحيد والايمان، فبقى مش عارف يتبع مين رغم ان هو قلبه يميل الى الراهب. في يوم من الايام خارج من بيته لقى الناس واقفين مش عارفين يعدوا، في يا جماعه قالوا ده في دابه واقفه منعانا من الخروج مش عارفين نمشي. الدابه دي كما ورد في روايه الطبراني انها كانت اسدا، روايه مسلم ما وضحتش ان الدابه دي كانت اسد. تتخيل حضرتك طفل صغير عنده 9 سنين ماذا يصنع مع الاسد؟ شوف تقدير ربنا، ودي كانت كرامه من كرامات الاولياء. الطفل مسك حجر، وبالله عليك طفل عمره 9 سنين يعني ايده قد كده، هيمسك حجر قد كده. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه، وقدم امر الراهب زي ما قلت لك ان قلبه كان يميل للراهب. لأن يعني فطرة الإنسان يا جماعة هي إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الإسلام، ففطرة الغلام ميلة للإسلام ولا تميل إلى الشرك. فقال إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فضرب الأسد بالحجر الصغير ده فمات. مع إن في الواقع أنت لو مسكت حجر زي كده وضربته الأسد ممكن يضحك بزغزغته أنت حضرتك، فمزاك كأنك بتهزر معاه، يعني اسد هيوجع حجر زي هيموته حجر زي ده، واخد بالك؟ سبحان الله فمات. فذهب الى الراهب واخبره بالخبر، قال اي بني انت اليوم اعلم منه، طبعا ده تواضع من الراهب لان الراهب ده استاذه، واخد بالك؟ وانك ستبتلى. قال له انت النهارده باللي انت عملته ده انت النهارده اعلم مني وانت ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليه. قال له حاضر، خلاص خد العهد عليه ان هو ايه ما يدلش عليه. كان في بقى رجل جليس للملك اللي هو زي ما بيسموه كده نائب الرئيس مثلا، هذا الرجل يعني كان مقرب جدا من الملك وكان بيحبه ويقربه، وفي يوم من الايام حصل له مشكله فعمي بصره. وكان هذا الغلام ربنا اعطاه كرامه ثانيه فوق الكرامه بتاعت ان هو قتل الاسد، اعطاه كرامه ثانيه انه كان يشفي من سائر الامراض والادواء و باذن الله سبحانه وتعالى. وكان يستثمر هذا في علاج الناس ودعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. ان هو كان يروح يدعي للناس ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. فالجليس اول ما سمع الكلام ده تكلم بقى بلغه اهل الدنيا،
فرح جايب الغلام ده وقال له ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا اللي انت شايفها في القصر ده كله، دي بتاعتك انت لوحدك على ان تشفيني. فالغلام راح مديله الدرس الجميل، قال اني لا اشفي احدا وانما الذي يشفي هو الله، فان امنت بالله دعوت الله فشفاك. قال له طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله. فدعا الغلام ربه جل وعلا فشفى هذا الرجل فعاد اليه بصره. طبعا كان في قمه السعاده والفرح. راح بقى يقابل الملك، ما هو جليس الملك، فدخل عليه بلا قائد، ما حدش بيشد ولا ايه ولا بيقوده. قال من الذي رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك رب غيري؟ قال اجل الله ربي وربك ورب الخلق اجمعين. مسكه وفضل يعذب فيه لحد ما دل على مين؟ لحد ما دل على الغلام. برضو الغلام يعني شوية شد كده وجذبه لحد ما دل على مين؟ على الراهب، مع ان الراهب كان واخد على الغلام العهد ألا يدل عليه. قال فإن ابتليت فلا تدل عليه، لكن كما قال الإمام ابن تيمية عند المحن تنفسخ العزائم. واحد من دول يبقى ما شاء الله بسبع رجالة، وأول ما يخش جوه مع أول ألم يجيب اسماء كل اللي عايشين في القاهره، واخد بال حضرتك؟ يعني تقول بره حاجه وجوه حاجه تانية خالص يعني. فدل على الراهب. فالملك عرف ان قص المشاكل دي كلها مين؟ هو الراهب. هو اللي علمهم بقى التوحيد والعقيده والايمان، هو اللي بيقول لهم اعبدوا الله وحده جل وعلا وما تعبدوش الملك ده. فقال لك بس الراجل ده لازم اخلص معاه الموضوع بكل حسم. قال له ها ترجع عن دينك؟ قال له لا. فامر الحاشيه فشقوه بالمنشار نصفين. هو ده الحديث الذي جاء عند البخاري ان خباب بن الأرت لما عذب عذابا شديدا وراح للنبي قال له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. خد بالك، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. جاب الراهب ترجع عن دينك؟ لا مش هرجع. شقوا نصين، شقوا كده بالمنشار. تخيل، شوفوا الثبات يا جماعة، حاجة عجيبة. أنا ألاقي مثلا نفسي يعني ممكن أنطق كلمة الكفر كده حتى ولو من وراء قلبي وانجو، ورخص الله لنا في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبحان الله، ورغم ذلك شوف الثبات. ترجع عن دينك؟ لا. طب المنشار اهو، خد بالك هننشرك نصين، انشره مش مشكلة. سبحان الملك، وشقون الصين ولم يرجع عن دينه. جيء بجليس الملك، ها ترجع عن دينك؟ لا مش هرجع. شقون الصين، شوف الثبات. صور غريبة جدا النهاردة مع أقل بلاء ممكن. ده سبحان الملك، ده بعض الناس لمجرد فقط انه مش عايز يصلي، ليه الصلاه تقيله عليه؟ ده راجل بيتشق بالمنشار نصين يا شباب، او ايه مش عايز تلبس حجاب لان الدنيا حر؟ يا اخوات، ده راجل بيتشق بالمنشار نصين ورغم ذلك لم يرجع عن ديني ابدا. فما بقي الا الغلام. يوم يجي بقى الملك يعمل ايه؟ هو لسه ما زال قلبه مليان بالامل انه يقدر يستثمر او يستغل هذا الغلام في السحر وأعمال السحر، وخصوصا بعدما تبين له أن الغلام ذكي جدا جدا ما شاء الله وعنده إمكانيات وكرامات وبيشفي الأعمى وبيشفي الأبرص وبيشفي من سائر الأمراض والأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لك ده دوت يعني يخدمني في مملكتي خدمة ما خدمها ليش حتى السحر اللي قبليه. فكلم الغلام، شو بقى الرقة بقى والجمال. قال أي بني، يعني عايز أقوله مش شاعل بقى. فقال لا، يعني مش هتشتغل معنا في السحر؟ لا مش هشتغل في السحر. قال خلاص، ما دام بقى اي بني مش نافعه نديله الوش الثاني، نوريه الوش الخشب، واخد بالك؟ فرح جايب مجموعه من الشرطه وقال لهم اذهبوا معه الى قمه الجبل وسالوه ان يرجع عن ديني، فان ابى فالقوه من قمه الجبل وريحونا منه بقى. خد بالك الملك ده زي ما قلت لك كان في قمه الغباء، لأنه لو ساب الغلام دوت يدعو إلى التوحيد يمكن عدد قليل جدا من الشعب اللي كان هيستجيب معاه، لأن ربنا قال كده وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآيات كثيرة جدا جدا، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم، يعني المولى عز وجل بيوضح أن الأكثرية دائما على ضلال وليست على الحق، والشاهد واضح في هذه الأيام. عدد سكان أهل الأرض 6.5 مليار،
ده أظن ده مثال واضح جدا. 6.5 مليار منهم 5 مليار يكفرون بالله، ومليار ونص مسلم موحد بيعبد ربنا. يبقى 1.5 مليار مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله، ومع ذلك المولى عز وجل يرزقهم ويعافيهم ويشفيهم سبحان الله، سبحان الله، هو الرحيم سبحانه وتعالى. فالمهم فالملك قال للشرطة خدوه طلعوا فوق الجبل. طلع فوق الجبل فقالوا له ها ترجع عن دينك؟ قال لا. فلسه هيرموه، شوف بقى صدق اللجء إلى الله سبحانه وتعالى. وقف الغلام وما قالش ربنا، يعني بالبلد كده يعني ما قالش ربنا أنا عايز حاجة معينة تعملها لي، وكل الله عز وجل في الأمر كله. قال له اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفيني شر اللي حواليا دول عايزين يموتيني دولت بالطريقة اللي انت تعوزها يا رب والطريقة اللي انت شايفها، اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل. العقل البشري بيقول ايه؟ الجبل لما يتهز من الذي يثبت؟ الرجال الأقوياء، والغلام الضعيف ده هيقع. اللي حصل هو العكس، ودي كانت كرامة تلتة لهذا الغلام. الجبل ارتجف، يسقط جميع الرجال بتوع الشرطة من فوق الجبل ويموتوا كلهم، ويبقى الغلام. والغلام يرجع مرة تانية للملك، ايه اللي رجعك؟ صح كده؟ مش هو ده السؤال؟ ايه اللي رجعك يا ابني؟ انت مش عارف ان هو عايز يقتلك؟ اه عارف. طب ايه اللي رجعك؟ لاني عندي هم كبير وعندي امل كبير قوي في ان ربنا يجعل قتلي او موتي سببا في حياة قلوب الشعب كله فيؤمنوا بالله وحده. شوف قد ايه ان الانسان ممكن ينسى نفسه وينسى حياته وينسى كل حاجة في سبيل ان امة تحيا بنعمة التوحيد. رجع للملك، الملك طبعا فوجئ، يعني ربنا عارفين على فكره لو تخيلت نفسك مكان الملك، خبر ابيض، الشرطه كلهم مش موجودين والغلام راجع لوحده، ماذا صنع اصحابك؟ وقال له ايه اصحابك؟ لانه برضه لحد الان برضه لسه ما زال عنده امل ان الغلام ده يرجع ويشتغل معاه في السحر. قال له ما صنع اصحابك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل بما شاء. راح جايب شرطه تانية، ما هو ما فيش اكتر من شرطه، خد بالك. فرح جاب له شرطة تانية، قال لهم خدوه في قرقور. قرقور اللي هو ايه؟ مركب صغير، خد بالك، وتوسطوا به البحر في الغريق، فإن رجع عن ديني فاتركوه، وإن لم يرجع فألقوه في الايه؟ في البحر. خدوه وتوسطوا به البحر. ها ترجع عن دينك؟ قال لهم لا. فلسه هيرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز المركب برضو، الشرطة وقعوا وبقي هو سالما. يوم يرجع الغلام إلى الملك ويحصل مفاجأة أغرب من الخيال. غلام عنده كم سنة؟ بالكتير قوي 9 سنين. يبص للملك بقى بكل إيه؟ بكل عزة، ويقول له أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، يعني مستحيل هتقتلني حتى تفعل ما أمرك به. خد بالك، شوف الغلام بيقول ايه، بيقول له انت مش انت ملك، انت بقى مش تقدر تقتلني الا لو عملت اللي انا هأمرك به. فالملك خلاص بقى يئس من الغلام، لا هيشتغل معايا ولا هيسيبني في حالي، وهيفضل ينشر التوحيد وهياخد مني الشعب، لا نقتله خلاص. قال له ما هو؟ أعمل إيه عشان أقتلك؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس كلهم في مكان واحد، الشعب كله خد بالك، ثم تأخذ سهما من كنانتي. لو خدت سهم من عندك مش تقتلني، لا السهم ده لازم يكون من عندنا. ثم تقول أمام الناس بسم الله، حط السهم في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. زي ما قلت لك الملك ده ما كانش عنده حد ينصحه، هي دي بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا رزقه بطانة صالحة تدله على الخير، وإذا أراد به شرا رزقه بطانة سيئة تأزه على الشر أزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالملك ده ما كانش عنده حد ينصحه،
فما كان منه إلا أنه عم عمل كده، جمع الشعب كله في صعيد واحد، والشعب كله عارف أن الملك ده حاول يقتل غلام مرة واثنين ومش عارف، يعني الملك ده اللي هم الناس بيعبدوه عاجز عن أنه يقتل غلام صغير، فكيف يكون إلها؟ خد بالك. فما كان منه إلا أنه قدام الناس كلها وراح واخد سهم من كنانة هذا الغلام، حط السهم في كبد القوس وقال أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، وضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فقتل الغلام. فقام الشعب وعرفوا طبعا ان ايه، ان السر فين؟ السر مش عند الملك ولا عند الغلام، السر عند رب الغلام، لانه قال بسم الله رب الغلام. فقالوا جميعا على قلب رجل واحد آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. الملك كأنه يعني عارف حضرتك صدم صدمة لا تخطر على قلب بشر. إيه اللي حصل؟ بقى الغلام ده قدر يخدعني أنا ويضحك عليا ويوقعني أنا في المكيدة ديت، أنا اللي كنت خايف إن 10 ولا 12 ولا 100 من الشعب يؤمنوا معاه، خلالي الشعب كله يؤمن ويسيبني أنا. فالحاشية بقى قالوا له قد وقع والله ما كنت تحذر، أنت كنت خايف إن الغلام ده يكون سبب في هداية 10 ولا 12، أهو الشعب كله آمن. فما بقي إلا العنف والشدة، ما بقي إلا البطش والتعذيب والموت والقتل. قال لهم خدوا الأخاديد على أفواه السكك. إيه على أفواه السكك؟ البلد دي مثلا ممكن يكون لها مثلا 10 مخارج، قال لهم على 10 مخارج احفروا الحفر واملوها نار بحيث لا حد يقدر يهرب ولا حد ينجو أبدا. وراح مجمع الشعب كله على 10 حفر دول مثلا، واحد واحد، هتعبد الملك ولا هتفضل على عبوديتك لله؟ يقول له لا هعبد ربنا، يوم رمينه في النار. خد بالك، واحد الثاني الثالث الرابع لحد ما الشعب كله بفضل الله جل وعلا ثبت على دينه وعلى ايمانه والكل اترمى في النار. اخر واحد من الشعب كانت امراه ومعها طفل رضيع كان يرضع من ثدييها، فتقاعست، صعب عليها انها ترمي طفلها في النار وانها ترمي نفسها معاه، فتقاعست فثبت الله قلبها بغلام صغير، وقال زي ما حصل مع امبارح لما قلنا ماشطة ابنة فرعون، ابنها الصغير قال لها ايه؟ قال لها يا امه اصبري فانك على الحق. ده برضو قال لها، بس قال لها كلمة تانية، قال يا امه اثبتي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فألقت بنفسها وطفلها في النار فكانوا من أهل الجنة كما أخبر عنهم الحق جل وعلا في سورة البروج. قد إيه يا جماعة ثبات عجيب أوي أوي، قد إيه الراهب ما شاء الله صاحب مبادئ لا يمكن هو يتزعزع مهما كان طغيان اللي قدامه ومهما كان البطش والتعذيب والقتل، وهو يتشقب من شر نصين لكن ما سيبش ديني. الراجل جليس الملك اللي طول عمره عايش مع الملك ورغم ذلك اتشق نصين برضه، واخد بالك، ولم يثنه ذلك عن دينه. الغلام ضحى بحياته من اجل ان الامه كلها تحيا على الايمان والتوحيد، ولحد ما قتل ودلوا ازاي يتقتل، بس المهم الامه تحيا، والامه كلها ثبتت بعد ذلك بفضل الله وببركه اخلاص الراهب وببركه اخلاص الغلام بفضل الله سبحانه وتعالى، فثبتوا جميعا وماتوا وكانوا شهداء بفضل الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله حبايب قلبي أنا أتكلم عن 12 وسيلة للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إزاي بقى نثبت؟ إحنا حكينا بعض قصص الثبات، فإزاي بقى نثبت على دين الله؟ ده اللي إحنا نعرفه بكرة إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم دايما على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لصاحبها على